السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء وقبل كل شيء لا تنسوا الصلاة على حبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا لا تنسوا الانضمام إلينا عبر صفحتنا على الانستغرام، فرابط أسفل هذا الفيديو. ومعنا اليوم سنقدم لكم شيء رائع في هذا المقطع حبيب لا حاجة، سنقدم لكم 3 ألعاب لأجهزة الأندرويد، وهذه الألعاب للمحاكاة الحياة الواقعية، يعني محاكاة مثلا المزرعة، وأيضا فارمينج سيميلاتور 2022، وأيضا لعبة محاكاة محطة البنزين، يعني تقوم بتعبئة البنزين للسيارات ويقومون بالدفع لك. يعني هذه 3 ألعاب رائعة، وبالأخص إذا كنت من محبي ألعاب السيميلاتور، يعني ألعاب الحياة الواقعية مثل هذه الألعاب أو ألعاب المحاكاة، كل لعبة و يعني حياتها الخاصة بها فكما تلاحظون. ومعنا الآن سنبدأ لكم بأول شيء قبل ما نستعرض لكم اللعبتين، لعبة المحاكي المزرعة ولعبة أيضا محاكي البنزين. فسنستعرض لكم أول شيء وهي لعبة فارمينج سيميلاتور 2022. نعم حبيب الله، وسنتكلم لكم عن هذه اللعبة الرائعة التي لدينا أشياء رسمية عنها في هذا المقطع، وأيضا لدينا خبر صار جدا عن هذه النسخة على أجهزة الأندرويد. فكما تعرفون حبيب الله أن لعبة فارمينج سيميلاتور يعني هذه السلسلة دائما في كل سنة تنزل نسخة جديدة على أجهزة الكونسول وعلى أجهزة البيسي يعني وعلى أجهزة الإكس بوكس، يعني على هذه المنصات. ولكن بالنسبة لأجهزة الأندرويد والآيفون فهذه السلسلة سنة تنزل وسنة لا، يعني مثلا هناك نسخة سنة 2018، يعني نزلت نسخة سنة 2018 ولم تنزل نسخة في سنة من 16، يعني على ما أتذكر يعني منذ أن قمت بتجربة هذه اللعبة من سنة 2016 على أجهزة الأندرويد، يعني جربت نسخة فارمينج سيميلاتور 2016 و17 لم يتم إطلاق النسخة، وأيضا سنة 2018 أيضا قمنا بتجربة فارمينج سيميلاتور 2018 على أجهزة الأندرويد و19 لا، وأيضا سنة 2020 جربنا نسخة فارمينج سيميلاتور على أجهزة الأندرويد، وسنة 2021 لم تنزل، يعني كانت أن تنزل في تلك السنة، وسنة 2022 يعني التي تنزل في هذه الوقت يعني هي التي ستنزل على أجهزة الأندرويد. يعني الشركة كما قلت لكم في كل سنة تعتمد، يعني كل سنة تقوم بتنزيل لعبتها على أجهزة على كل المنصات إلا على الأندرويد والآيفون. أما هذه السنة فستعتمد أما في أجهزة الأندرويد تعتمد سنة لا وسنة نعم، يعني سنة تنزل فيها اللعبة وسنة لم تنزل فيها اللعبة، وبعدها بسنتين يتم إطلاق اللعبة. وأيضا فارمينج سيميلاتور 2022 سيتم طرحها قريبا على أجهزة الأندرويد والآيفون في بداية سنة 2022، وإلى حين ذاك عندما سيتم طرحها سأقوم بتنزيلها لكم. وكان هذا هو الشيء الرسمي الخاص بنا للعبة محاكي سيميلاتور، يعني محاكي فارمينج سيميلاتور 2022 التي سيتم إطلاقها قريبا لأجهزة الأندرويد. ومعنا اللعبة الثانية وهي لعبة المزرعة، يعني لعبة محاكاة المزرعة، وهذه اللعبة الثانية التي تلاحظونها معنا صراحة لعبة رهيبة جدا. من بعد ما جربت اللعبة يعني هناك فيها أشياء رهيبة، تخيلوا معي اللعبة عالم مفتوح وفي نفس الوقت يعني تعيش في مزرعة، تقوم مثلا بجني الخضار، تقوم بجني الطماطم، كل الأشياء، تقوم بزراعة أي ذرة لديك يعني تقوم بزراعتها وتقوم بجنيها، وأيضا تقوم بالحصول على الخشب وتقوم بعمل أعمال مثلا إطعام البقر وإطعام الخنازير أيضا وإطعام الدجاج، يعني لعبة رهيبة جدا. والمميز ما أعجبني في اللعبة أنه لديك سيارة، وهذه السيارة في بعض الأحيان تشتغل فيها كسائق أو سيارة أجرة،
ستلاحظون ذلك في الجيم بلاي، يعني تقوم بحمل الأشخاص من مكان إلى مكان في سيارة الأجرة، وفي نفس الوقت أنت مزارع وأنت أيضا سائق سيارة الأجرة، وحتى سيارتك يمكنك عمل فيها الكثير، مثلا حمل فيها الذرة أو حمل فيها الخضار من أجل أن تقوم ببيعهم. صراحة اللعبة مليئة بالأشياء الرائعة والتي أنصحكم حقا بتجربتها، وستجدون رابطها أسفل هذا الفيديو، فهي مجانية على البلاي ستور. ستجدون رابط أسفل هذا الفيديو، نزلت البارحة فقط وأحببت أن أستعرضها لكم في هذه السلسلة. وهي معنا سننتقل إلى اللعبة الثالثة والأخيرة، وهي أيضا نزلت فقط في هذا الأسبوع، وهي لعبة محاكي يعني تعبئة البنزين أو محاكي محطة البنزين. هذه اللعبة التي تلاحظون معنا في هذا الجيم بلاي أيضا لعبة رائعة وجميلة حبيب الله، وما أعجبني فيها صراحة يعني من بعد تجربتها ومن بعد استعراضها لكم الآن، لعبة ذات واقعية هي أيضا، ولكن الكثير من لم تعجبه، ولكن أعرف أن أيضا الكثير منكم ستعجب هذه النسخة الرائعة. هذه النسخة فكرتها أنك تقوم بشراء مثلا محطة بنزين، أول مرة يعطونك محطة بنزين وتقوم بتعبئة السيارات، مثلا السيارات تتراكم لديك في المحطة وتقوم بأخذ منهم المال، وأيضا وضع ذلك الصنبور في سيارتهم من أجل تعبئة سيارتهم بالبنزين، وفي نفس ذاك الوقت تقوم بدفع النقود إلى المحطة، يعني في ذاك المكان الذي تلاحظونه في الجيم بلاي، وبعدها يتم تعبئة سيارتهم بالبنزين، وبعدها تقوم ب يعني إخراج الصنبور من سيارتهم وينطلقون، ويأتي أشخاص آخرون وأيضا تعمل معهم نفس الطريقة، إلى حيث أن تحصل على نقود كثيرة جدا وتجمع بعض النقود من أجل أن تشتري محطات أخرى من البنزين تكون كبيرة، وأيضا تشتري أشياء أخرى مثلا يعني منزلك، وتشتري الكثير من الأشياء. اللعبة رهيبة جدا وتشتغل بدون انترنت، وأيضا متاحة على أجهزة الأندرويد، وهي لم تنزل على البلاي ستور بعد، بل ما زالت في البلاي ستور تنزيل مسبق، ولكن أحضرت لكم رابطها على ميديا فاير، ستجدونه أسفل هذا الفيديو. كل هذه الألعاب حبيب الله التي معنا تشتغل بدون انترنت على أجهزة الأندرويد، وصراحة ألعاب نتمنى أن تعجبكم، وأيضا نتمنى أن ينال هذا المقطع إعجابكم. وإذا أعجبكم أحبيب الله لا تنسوا دعمنا بالضغط على الزر لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وأن تنضموا إلينا عبر صفحتنا على الانستغرام، وأيضا خلي بالك دائما صلي على حبيبنا رسول الله، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.